هذا هيك اوريكم هون. هذا الطريق الوادي الحلو، طريق جبلي بين الجبال، طريق وعر. هاي معنا هون، هاي هون نورة، هاي هون هون هاي هون هاي جبل لازم طبعا في درايف هون. هاي منطقة طبعا شايفين حجارة كلها يمين ويسار. هاي طبعا هاي جبال حجر زي ما شايفينها هون، أشجار الصد في المكان، أشجار الصد. وهون في مزارع منتشرة في هاي المنطقة، مزارع خاصة. وهلا نرجع للخرفان، أصحابنا أيوة عم يستنونا كمان. أيوة الخرفان نكل ما عجب الخرفان. وهذا القائد رجع مرة ثانية، هذا القائد، هذا المكان تاعه شايفين هذا هون هون هاي هون. وهاي هاي الخرفان. استنى كلهم ماخذين ظل، يعني مستظلين تحت هاي المنطقة حلوة، وكلهم هاي المنطقة تاعتهم. هاي سويت لي له بورتري. شوف هاي، شوف الحجارة هاي هون، وادي الحلو احنا عم نشوف. شوف هاي هون يمين ويسار، شوف كل حجارة كبيرة ضخمة هون من الوادي. وهي مزرعة جنبنا هون كمان، يعني جميل جدا، يعني منطقة يعني مغامرة واستكشاف، بالفعل جميل جدا.